اليوم معنا تمرين كتاب شيء خيالي، تابعوا استفيد. عرفوا هذا من ما أتوقع حد يكون ما يعرف هذا الشخص. تريد تصير بطل؟ تابع الأطفال دائما، حاول تسوي اللي شاب. عندنا حصة شولدر حقك تمرين قوي، طبعا عندنا 3-4 أسابيع راح يكون تمارين الاغلب سوبر سيت، تكرار شويه عالي اوزان متوسطه، نركز على تشكيله الكتف نشاط ان شاء الله. تمرين قوي غالي مخفي عالي. Go! Go! Go!
نلعب سوبر سيت الحين. نركز العضلة الأمامية في محبطكم. Thank you.
الأخير نفس الشيء يستهدف عضلة الخلفية الكتف وآخر شيء ملعب ترابس ثلاثات أخبرك مازن تمرين ما يكتمل بدون الليجد هنا الحماس هنا الشغل أما السير نبش من الزوار بش من الزوار السادس والاخير زين راح يستهدف عضله التراكس او المثلثات باللغه العربيه
طريقة تثبت جسمك كامل، الشيء الوحيد اللي يتحرك فيك كتفك، فاهمني؟ أو ترفع كده، كل ما يكون راسك فوق كل ما كان أفضل، الحركة تكون كاملة. لاحظ أنت لما تنزل الحركة تكون قصيرة، لكن لما ترفع راسك يكون في لون. أوكي؟ طبعاً في أكثر من زاوية. نحن اللي قاعدين نسوي أمامي، في تمرين ثاني تقدر تسويه بالخلفي، ترفع شوية اليربو مالك على فوق، تستهدف الترابس من الخلف. هذا البوز لما تسوي كذا طلع على برا. خلصنا اليوم حصة تمرين الأكتاف صراحة، كيف راح نكون إن شاء الله شبه يوميا تمرين لازم قوي. راح تغير التمارين قدام إن شاء الله، راح يكون تكرار عالي أكثر، الأوزان راح شوية تقل على حسب البرنامج الغذائي. كل ما عندك كارب عالي التمرين راح يكون أقوى، لأن الكارب طبيعته يكون يعطيك طاقة. لما يكون الكارب نازل التمرين شوية أخف حدة، ولكن التمارين راح تكون تكرارات أعلى.